اعمل لك شاي تاني يا بلال؟ لا ده انا بشربه دلع كده يعني. الظبط الظبط منك له ذاكر ذاكر. في ايه ياما في ايه؟ العيال بتنام على راحه وهي بتذاكر. ما هو من كتر جريهم في الحاره طول اليوم. هم دول بتوع مذاكره ومدارس، دول مش نافعين في اي حاجه. قوم يا واد قوم منك له يلا اتخندوا. ما عرفتش حاجه يا بلال؟ مكتمين على الخبر. طب بقول لك ايه، ما فيش حد كده نديله قرشين ويعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين؟ يا خبر بفلوس بكره يرخص وهعرفه يعني هعرفه. ما خلاص يا بنتي بقى كفاياكي بقى. ما هو سهل عليك انت يا اما سهل. مين قال انه سهل؟ بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. تصبحوا على خير بقى. ما انت قاعد. معلش عشان عندي مصلحه بكره. تصبحوا على خير. بقول لك ايه؟ مش هوصيك لو شميت اي خبر. قول يا رب. يا رب. وربنا معاك. يا رب. مالك يا اخويا فيك ايه؟ قوم تعبان يا سناء مش قادر اروح. يا لهوي ده الواد لما جه قال لي عم فتحي تعبان قلبي وقع في رجلي قمت جيت لك جري. طب قوم اتسند عليا مش هتحس بحاجه. مش قادر يا سناء سكاكين بتقطع في ظهري. حول الله يا رب. انا على فكره موصيه الدكتور عطيه اول ما يجي له الدواء ده يبعت لنا شريط منه على طول. ايه بتاع الدكتور عطيه وسنين الدكتور عطيه؟ البرشام بيتباع في الروشتة ب 10 جنيه وبيبيعوا للمدمنين ب 40 جنيه هيدوهولي. الله يقطع المدمنين وسنينهم. انا عارفه بس الحكومه سايباهم ليه؟ سايباه وسايبه امثاله. ما الدنيا عايصه والغلبان بيموت. معلش معلش قوم يا فتحي قوم بس استحمل قوم اتسند عليا. عفاية واحدة بس هتريحني. أنا ما نمتش من امبارح يا سناء. يلا يلا يا فتحي. معلش يا أخويا تسند عليا. يا رب. قفلنا يالا. زق عجلك. بدل ما اخرج الطاشك. السلام عليكم، انا تمام يا دكتور عطيه. اهلا 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 اهلا. حتى بالمؤاخذة ما قلنا انا ما خدتش بالي والله. ولا يهمك. اتفضل يا مولانا. عايزين فضلك يا اخويا، انا لقيتك صليت العشاء ومشيت على طول، قلقت قلت انا اطمن لا اكون في حاجة. لا ابدا سلامتك يا سلام، انا كان عندي بس شوية جرد. ربنا يعينك، ما هو جرد الصيف اشد من برد الشتاء. حلوة. اتفضل يا مولانا اتفضل. الله يبارك لك يا دكتور عطيه. الحقيقة يا دكتور أنا قلت بالمرة أسألك في موضوع شاغلني كده شوية. خير؟ لا خير إن شاء الله. أنا سمعت عن برشام طلع في المقدر جديد موجود في السوق اليومين دول وشباب كتير بياخده، اسمه ترامو طلاوة. عاوز شريط ولا علبة؟ لا 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 عاوز إيه يا دكتور عطية؟ أنا عاوز أعرف هو البرشام ده بيعمل إيه بالظبط؟ ده مسكن بس سحر. طب لو هو مسكن وبس ليه نزل جدول واتمنع؟ اصل بعد عنك العيال الصيع بياخدوه يعملوا بيه دماغ، بس انا قطعه بقى من عندي. تشرب شاي ولا قهوه؟ لا لا كتر الف خيرك، العيال حاطين العشاء. طب حاجه ساعة؟ لا والله مش عايز حاجه خالص، انا عايز بس افهم البرشام ده ايه تاثيره؟ فيه ادمان؟ الله، اي حاجه كترتها تعمل ادمان حتى الشاي. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. يعني هي الناس ناقصة؟ دي الناس ما بقتش دريانة. ده بعيد عندك يهرك جد كمان. يا ساتر يا رب، ربنا ينجينا. طيب أتكل على الله أنا بقى. أظن بقى ده يعني موضوع خطبة الجمعة الجاية، مش كده ولا إيه؟ يعني ربنا يسهل إن شاء الله. أكيد خلي الناس تتوقع. ما بلاش. بلاش للعيال الصيع دول يحطوك في دماغهم يلا السلامة يعني ولا حاجة كده، ما انت عارف. لا لا ما تخافش، انا مش هجيب سيرتهم. طمن يا دكتور عطية، انا فاهم كل حاجة. اطمن. طب اقعد خد الشاي بقى. ليتين بس يا رجالة. دي اللي جابك هنا؟ عاوزاك. انت هتستعبطي ولا ايه؟ شاف لي 50 جنيه. انت جاي تقلبيني ولا ايه؟ خلاص مش عايزه. ما جالي يا بت. انت عارف بس بستعبل. جا
يا يوسفك يعني فيها حاجة دي؟ انت ايه؟ ما بتزهقيش؟ تعالى توصل لنفسي كده. امسكي امسكي ادي 20 جنيه ايه؟ يلا روحي بقى، روحي ولمي نفسك. حبك يا شوقي لما تقولي لمي نفسك. حاضر هروح. هترجع امتى؟ انت مالك انت؟ انت مالك ارجع امتى؟ انت مجنونة يا بنت. امشي امشي روحي يلا. ماشي خلي بالك من نفسك. مش هخلي بالك، انا هولع في نفسي، هموت في نفسي هنا. يلا بنت بقى يلا امشي، ما تخنقنيش. بعد الشر عليك يا بنت. امشي امشي يلا امشي روحي يلا امشي. سلام يا رخي. يلا يا رجاله تاني. معلش انا بس كان يلا 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 يلا. ازيك يا عم مبارك؟ ازيك يا جمال؟ ابوك فين امال؟ لسه في الورشه. يبقى سلم لي عليه. حاضر. يلا قول له اولع لك النور اهو اداك السين. عصابه عصابه يا ولد. ايه يا بيتا مالك مضلم الدنيا كده ليه؟ يلا بالراحه الدنيا ملبشه اهو. ليه؟ ايه؟ هو لسه نازل قدامي على الجاد بيشك فيا عشان القرف اللي مرمي على الارض ده. ومين دول عصابه؟ الولد جمال بيسفر الواد بيتا والتاني بيولع له النور عشان يدخل له. يلا سيبك منهم العيال دي شمال. شمال ولا يمين؟ احنا مالنا؟ جبت حجرين خبطتهم من جيب ابويا. يعني ايه ابوك بيغيب من بلبل؟ وبلبل ده حشيشته كلها مضروبه برشام. برشام برشام احنا مش لاقيين، راكب فيها يابا؟ رخم ومدلدل هات. امسك. ايه ده؟ دي البنت سميرة جيبها؟ يعني ايه بقول لك ابويا مراقبني يعني ايه؟ طب خلاص هصرفها. الو؟ يا سوسو. معلش الدنيا اصلها معتمة اليومين دول. هكلمك انا حتة. سلام على مهلك. بقول لك ايه؟ غاية ماتش؟ تعال للشيفشينك. خش على ميسي ده عمره ما يتنسي. يلا. طب ما تشرب الشاي. هشرب. طب انا هجيب النهارده كمبيوتر. ما تجيب، حد عايشك؟ تطلع بكام الكمبيوتر ده؟ قصته مريح قوي. هاته. على الاقل يريحك من الفلوس اللي بترميها كلهم في النت. هاتوا ايه العلق؟ هجيب لك العلق. عصابه. استلم يا باشا. مالها دي؟ مصنفات. قدام المحاصيل. دي شويه شباب بستلزق بيها. وبعدين خلاص جت عليا انا. ده انا بجري على تاني. بس يا بنت صلاح. اه يا باشا. شوف لك سيف في المحضر ده وانا داخل الحمام. ماشي ماشي يا باشا. خلاص انت يا يوسف روح وانا خلاص المحضر. ماشي. اسمك ايه؟ منى عباس احمد. منى ايه؟ عباس احمد. معاك قطاع؟ ضايع بس معايا صورتها. بدل انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه، ما لقيتيش غير المهندسين تروح تسرح فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان ما حدش يشوفك. شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذه ما بيدفعوش غير في المهندسين او الزمالك. شكلك كده مش وش بهدله. هعمل لك محضر اساعدك فيه. اقعدي. تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وان شاء الله رئيس المباحث يمشيكي من هنا، ما تروحيش النيابه. تسلم. قلت لي اسمك ايه؟ منى. منى ايه؟ منى عباس احمد. احمد اعمل لي شويه قهوه. بقول لك عبد الله
بالليل على 11 كده في نقلة رد. صحصح معايا بره ولا جوه؟ بص، هم دافعين للحي حق نقلة وهم خمس نقلات. ايوه كده حركنا، خليها تفك. عايزك بقى ما تجيبش عمال معاك. مامي اللي يرفع الرد. انا هبعت لك عيلين من عندي تدي للنفر فيهم 20 جنيه في النقلة. 20 جنيه كتير. حلو، ما تطمعش. امتى بقى نطلع من عربية الزبالة دي ونشوف لنا حتة عربية أجرة كده ندلعها وتدلعنا؟ هيحصل حلاوة، بس أنت ركز معايا، الحي ده ياما طلع ناس للسما. ياما خد ناس على المجاري وعلى قدي. مين؟ حكومة. صباح. ألو؟ أه صبوحة. هي عبد الله، الحان أمي تعبانة أوي. معرفش أنا مالها، الكرت هيخلص. أنا بيجيني في ألو؟ آه خلص يا رب. استحملي ياما. مش قادرة يا بنت. روحي بتروحي يا بنت. حد الشر ياما عني. قومي ياما البسي. مش قادرة. قومي البسي، عبد الله جاي هيودينا المستشفى. مش قادرة اتحرك يا بنت. قومي ياما، اسم الله عليك. الحقيني يا بنت. اللي جرالك بس انك كنتي كويسة. مش عارفة يا اختي. تعالي ياما. مش قادرة اقف يا بنت. الحقيني يا بنت اسنديني. ان شاء الله خير ياما، ان شاء الله خير. دكتور قال لي كده تعبان. ما صدقتوش. قومي ياما اسندي على قومي يا بنت. اسندي عليا ياما. اه اعمل لك حاجه تاكليها؟ مش نفسي. قومي ياما. يا لهوي. طب البسي ياما. البسي. الحقيقي. البسي ياما. ايه ده يا بنت؟ في الشبشب الاسود اتقطع مني ياما وانا داخله بالحمام. ده بيتدخل بالحمام. هتوديني المستشفى بشبشب احمر يا بنت. معلش ياما. امري لله. استني سندي احمر. يلا يا بنت البسي يلا. امري لله. يلا يلا. قولي لي يا اختي، عامل معاكي ايه؟ بيديكي مصروف؟ هي 10 جنيه يتيم، وعايز يجي يلاقي المحمر والمشمر والطبيخ. قال يعني ما هوش عارف انها ما بتكفيش حاجه. طب وانتي بتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ اهو يوم فول بقوطه، يوم فول نابت، يوم عدس، يوم بصاره. اطبخي يا جاريه منين يا سيدي. والواد جمال عامل معاكي ايه؟ اهو عيل، هعمل له ايه؟ بس عينه تتدب فيها رصاصه في الراحه وفي الجاي. هعمل ايه يا سناء؟ هروح فين؟ بس يا بس. ايه ده؟ خلاص قلعت الاسود يا ست ساميه؟ لا لا يا اخويا، انا بس كنت بغسل. هقوم اغير وحاضر. ازيك يا سناء؟ نحمده. ايه توك ما افتكرت يا اختي؟ ساعه ابوك الله يرحمه يعني ما حدش شاف وشك. الدنيا تلاهي يا سعيد، وبعدين على الاقل انا بروح للتربه. اخس عليكي يا سناء، ليه ما بتقوليش نيجي معاك يا اختي؟ اللي عايز يروح ما بيستناش حد. استنى يا سعيد، عايزاه. خير، اتفضلي اتكلمي، مفيش حد غريب. عايزين نشوف محامي ونعمل اعلان وراثه، ولا هنفضل نستنى كده كتير؟ اسمع كلامك يا صدقك، اشوف امورك استعجب. منين يا اختي بتروحي له التورب؟ ومنين انت حنينه قوي عليه وبتتكلمي في الميراث وابوك لسه الاربعين بتاعه ما عداش؟ الحزن في القلب وربنا عالم بالقلوب، لكن كمان على راي المثل، ان كنت اخوات اتحاسبوا. الحساب يوم الحساب يا اختي. أنا مش هفتح بقي بكلمة إلا بعد الأربعين، حسب وصية أبويا الله يرحمه. لهو كان أبوك قال لك استنى الأربعين؟ قال لي، روحي اسأليه. ماشي يا سيد، نستنى الأربعين. أهو مش بعيد، ولا أنت مش واخد بالك؟ لا يا أختي واخد بالي، وحاسبها بالدقيقة والساعة والثانية. اسم الله عليك. فوتوكوا بعافية. الله يعافيكي. روحتي اتغدي معانا يا سناء. يا أختي ما طلعتش من بقي صاحب البيت. هعزمك في بيت أبوكي؟ انت اللي قلبك كله ثواب. ربنا عالم ما في القلوب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختي. مع السلامه يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب. مساء الخير يا امه. صباح السلام عليكم يا اخوي. انت شايفني لابسه برنيطه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حاجة. يا سلام، التريق يا اخويا التريق. صفية عاملة ايه؟ بعيد عني جمة، الكلى بتاعتها مفشفشة. معلش يا اخويا، عندها واحدة تانية، بس انت قول لها تبطل اكل السوق. عملت ايه يا واد؟
ابطل المعاش؟ اه وكان معايا ما اعرفش راح فين. لا ده انت نهارك يبقى اسود. امال اسود ولا ابيض؟ يا ام يا ام. ها اتفضلي يا ام. ايوه اتفضل. اسمع لو جرى له حاجه تاني البنطلون مش همدي ايدي عليه. ايه ده يا واد؟ دول ناقصين 20 جنيه. ما انا جبت شويه عصير وانا عند مصباح في المستشفى. طب وانا مالي؟ مش نسايبك ادفع انت. لما اقبض هديهم لك. مفيش مره يا واد تقبض لي المعاش وتجيبه سليم ابدا، لازم تعفرته. يوم ما دول 20 جنيه يا امي. 20 جنيه يا امي؟ طب يا اخويا ما دفعتهمش انت ليه؟ لازم تفنجر على حسابي. يا رب. هتدعي عليا يا واد. انا بقول يا رب، ما اقولش يا رب. ال 20 جنيه دول يكونوا عندي بكره. هيكون عندك بكره وفوقيهم بوسه. بوسه؟ لا انا كنت فاكراك هتقول لي فوقيهم 20 جنيه زيهم. انما اعمل ايه؟ كلمه الحق تقف في الزور. وادي البنطلون. سيبينا انام شويه بقى الله يكرمك. انام انام. هات الراديو ده يا واد. لا هات الراديو. اتفضلي الراديو. على مهلك. في حاجة يا جدع؟ لا مفيش. مادام مفيش بتحوم ليه حوالين المنطقه؟ انا قلت لك مفيش حاجه يا خفيف. انت عبيط يالا، ما تنطع انت منين؟ جرى ايه يا بلال؟ جرى ايه؟ الباشا البلوكامين الجديد بتاع القاسم. ها؟ لا مؤاخذه يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل. اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. يا ساتر. اتفضل. نماز. هقوم اعمل لك شاي. لا شاي ولا حاجة، الواحد نفسه مقطوع طول النهار مش شاي. طب انزل اجيب لك حاجة ساعة. لا ساعة ولا سخن، اقعدي معايا شوية. معلش بقى البيت مش قد المقام. لا ده حلو قوي. دي صورة ابوي. الحكومة قتلته. ده حد من عندكم الاسم. ربنا ما يكسبه يا رب. اتفضل اتفضل اتفضل. معلش بقى تعبتك في المراقبة. وانت عرفت ان انا كنت براقبك ازاي؟ ما هو الباشا رئيس المباحث لما قال امشي انا بصراحه ما صدقتش. وانا ماشيه كده كنت حاسه ان في حد ماشي وراي. لا ما حصلش كده، هو مش شاكي وخلاص. امك دي؟ اه دي امي واخواتي الاثنين. ابويا سابنا بقى الله يرحمه نقعد في الدنيا. مين معاكي يا منى؟ ده صلاح باشا ياما، هو اللي خرجني من القسم وجي ورايا عشان يطمن عليا. اه على فكره سعاده البيه وشرف النبي، بنت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال. معاك موبايل؟ ساعات ولما بتزنق ببيع. طب امسكي الكارت بتاعي فيه كل الارقام بتاعتي، لو احتجت حاجه كلميني. ده انا حدوشك. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ مالكيش دعوة انت. لا مفيش داعي يا بيه. حاجة بسيطة للعيال. امسكي. كتر خيرك. السلام عليكم. حاجتك يا بيه. لا مؤاخذة. السلام عليكم. شرفت. تسلم خطويك يا بيه. شرفت ونورت الحيط. خلصنا يا كابتن بقى، ما كانتش فارده ليه؟ يا عم الصبر، الصبر دي اللي بكلمها اهو الصبر. يا لهوي يا مصطفى، اهدى اهدى انت، اهدى يا عم اهدى. يا لهوي. ايوه يا سامي ازيك؟ انت فين يا عم؟ يا عم انا قاعد مقدر الناس هنا، ما تنجز بقى.
بابا دي واقف مستنيك اهو. يلا سلام. ايه اللي جابك هنا؟ قلت لي اقعدي في البيت قعدتي من ساعتها. لا بترد على تليفونك ولا سائل فيا. يا بنت هو انت مراتي؟ مالك في ايه؟ وبعدين ايه؟ انت قافشه عليا زله. يعني كلامك اتغير يا شو. ايه اللي اتغير؟ هو انا كنت وعدك بالجواز ولا كان في ما بيننا مصلحه؟ افهمي افهمي، انا زي اي حد في الحاره هنا، عايز ماشيك يبقى تمام، عايزك تمشي عدل، وانا مش هقول لك الكلام ده تاني. وانا مش هتغير يا شو. خلاص ولع الجاز. ماشي يا شو. ماشي. يا عم روميو. كلام الشو. انت فين يا عم؟ معلش المصلوب بس انت عارف. طب يلا يلا يلا. بس استنى بس، انت واخدنا على فين؟ هاخدك على فين يعني؟ على فرح. والعود بقى يعمل ايه في فرح ان شاء الله؟ يا عم العريس عايز يسمع عود. انت مالك؟ انت مالكش فيه. يلا يلا يا عم. خلاص طبعا. يلا يلا يا رجاله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا وشو البنت تاني دي قفشاك، عايزه منك ايه؟ قلت انا صاحبك. هي بترازيني وخلاص. ايه ده بس؟ انها ما تروحش تقول لابويا حاجه. يا عم انا ماليش لازمه في الفرقه دي. انا قايل لك العريس عايز يسمع عود. يا اخي هو دماغه كده يا عم سمسم من ساعه ما عمل اللحن الجديد اللي ما حدش سمعه وهو معرض علينا. يا عم من قركه ده من ساعتها ما عملتش لحن تاني. ورحمه امي ما انت عامل اي حاجه في حياتك. ماشي يا عم الموسيقى. يا بنت تعويره ماشيه رايحه فين دلوقتي؟ يا بنت اركبي علاجك معانا. ده تروح تدي لهم. عشان ناوي تستن بيها ايه؟ مش جايه؟ دول تروح تفتح بيهم وش. يا بنت اركبي العجل الخف من الشارع، مش هتلاقي الزبائن دلوقتي. ايوه هو ده الكلام الجامد قوي. دماغ عاليه قوي. بتضرب ايه؟ اي حاجه وكل حاجه. حلو الموبايل ده. اتفضلي. قولي بقى هتدفع كام؟ اللي انت عايزاه. 200 جنيه. ليه بس كده؟ خلاص 100، بس هي ساعة واحدة بس. انا هاخدك البيت ونطلع بعض بقى، انا قاعد لوحدي يا بنت. انت هتتجوزني ولا ايه؟ يوه. انا نشاطي سيارات. وانزل قبل أي لجنة، هو ده نظامي. هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك أنا بنتي ناس. وما بركبش غير عربيات. مش عاجبك نزلني. لا واضح انك بنت ناس فعلا. ويلا بقى اتكلي على الله. يلا في داهيه. الله، مش موزة ركبت معاك العربيه وطرتها لك؟ هات 20 جنيه بقى. 20 جنيه ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله. الله، انا عرضت نفسي للخطر. بقول لك هات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه. يلا يا بنت اتكلي على الله، لا اكسر لك دماغي. يلا يلا غوري. بقى عرف يا بنت الحرامية. فين الموبايل يا بنت الكلب؟ ها انا فين حقي؟ فين الموبايل؟ قومي بقى قولي. ها فين الموبايل؟ فاكراني سايح ولا ايه؟ ها ها ما مالك يا بنت مدهوله في راسك كده ليه؟ انت مالك؟ خليكوا في اللي انتوا بتشربوه. طب ما تيجي يا بنت تعالي تاخدي لك نفسين يمكن تنسي الواوا. هات يا نغ هات يا نغ، زي قرعه مد بره البنت دي. مقصوفه الرقبه دي؟ اه. مش هنخلص بقى من الوابور ده صيف شتا؟ جبتوا لنا الرب. يا ريت يجي لك وياخد عمرك. يا ريت. خلي البيت ينضف. هو فين البيت ده؟ انت بتسمي الخرابه دي بيت؟ روح يا اخويا اطلع شوف البيوت عامله ازاي والناس شكلها ايه. ربنا عماني عشان ما اشوفش خلقتك. اه بالي يا رب. ما تكتمي يا بنت وما تعليش صوتك. مالك؟ روح يا اختي شوف مين اللي بطحك على راسك. اهو من لفك وبرمك في الشوارع طول الليل. قعديني وانا اقعد، اصرفوا عليا زي بقيه الناس.
توبي على اللي انتي فيه واحنا نصرف عليكي ونستتك. هتوب من بكره بقى هقعد في البيت، بس عايزه اكل واشرب والبس زي ما انت في الحار لما نشوف بقى. يا ريت ان شاء الله حتى انزل اخدم في البيوت، المهم تقعدي. طب انا اطلع الصبح والكلام ما يبقاش زبده. هي فين؟ هي فين بنت الكلب دي؟ اقعد يا اخويا ما توسخش ايدك اقعد. افتح يا واد، انت مش سامع؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. يا دي الكسوف. صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجه بسيطه عشان العيال. انت يا واد ليهم والله انتوا ما تربيتوش ليهم العيال احبابهم. يا اتفضل يا اهلا وسهلا. اعمل لك كوبايتين شاي. حاضر يا حبيبتي. خد يا منى. ده عشان انا؟ وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي، قولي يا صلاح. يا لهوي، اقول لك صلاح عاف كده يعني؟ اديكي قلتيها اهو، شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ اه نزلت وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. تكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20 يعني حسب رزقي. لو جبت لك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعادة الباشا، يا ريت على الأقل تتلم من الشوارع. بس أنا يا دوب بفك الخط، ولا معايا شهادة ولا صنع. الشغلانة دي مش محتاجة الكلام ده، هتشتغلي في مشغل وأحلى ما فيه إن كله حريم. خلاص يا بت، اسمعي كلام سعادة الباشا. اتفضل. صلاح، صلاح يا أمي، خلي البساط أحمدي. أمي روحي انت يا خالتي، خلاص بقى كويس. وادي معقولة يا بنتي اسيبها وامشي؟ روحي انت يا بنتي، تعبانه من امبارح. اروح فين بس؟ المايه يا اختي المتلوثه هي السبب. ده انا لما باجي اشرب بشم ريحه مجاري. وامك دي ايه، عبيطه تسيب نفسها لحد ما توصل لكده؟ انا يا خالتي ياما قلت لها حللي ما سمعتش كلامي. صباح. انا جبت لك العصير والجبن، ها، وجبت لك انت جبنه مثلثات اللي بتحبيه. تسلم يا عبد الله، روح انت عشان شغلك. طب مش عايزه فلوس؟ لا ربنا يخليك معايا يا بت. معايا والله. انا مش عايزك تقلقي، الدكتور طمني وقال لي ان شاء الله هتبقى كويسه. باذن الله هتبقى كويسه. يا رب يا عبد الله. ان شاء الله هتبقى كويسه. طيب انا هحافظ عليك بكره الصبح، ها، بقول لك يا صباح خدي كارت التليفون ده خليه معاكي عشان اتكلم بالليل. حبيبي يا عبد الله، فاكر ان تليفوني ما فيهوش شحن؟ طبعا يا بنت فاكر، كنا النهارده مسؤوله مني في كل حاجه. خلاص خلاص، بقول لك يا صباح ما فيش حاجه، نقطعها صغيره بس. انت رايق. مش عارف. يلا يا اخويا، يلا يا اخويا، انت هو وقلعه يلا عشان تستحموا. ليه ياما؟ الله يا واد، انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله، انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتجري فيه؟ دول تلات حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه، هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. اذا كان كده ماشي. كفايه منى بقى يا حبيبتي، اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعة ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصت. ايوه صلاح باشا. لا معلش، اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. ناس زي الفل. انت بتكتبها على الراجل كده ليه؟ صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلك للعوزه التقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوف قريب.
يلا بالسلامة. بالسلامة. انت بتضحكي على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما روحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه 300 ولا ال 200 ملطوش اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرض يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي، انا حر. يا بنتي حرام عليك، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش علي. روحي حمل عيال احسن ريحتهم طلعت. اعملي اللي انت عايزاه. اعملي موظف الحي موجود في الحاره، لو شفنا مع بعض هيقولوا بيعملوا شغل. اخلص. طب على غيب بسرعه انت قولوا خلص. بكره هتستلم 500 لمبه تسلمهم من قسم التركيبات، دول هركبوا في رمض الحي كله وانا مش في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. ارشم حاجه. سلام عليكم حبيب قلبي. ايوه امر. مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنيلي استني قبل. باشا كنت امبارح كنت بتقولي يا صلاة، النهارده بقيت باشا. الحاجات دي مش بتاعتي، دي بتاعت الواد اللي جاي. يا بجحتك يا بت، ده انا ماسكك تلبس قدام قدامك فين راس. اديني فرصة والله العظيم ما عملت حاجة. استنى بس اسمعك. انا مش مسجلة هتضيع. ابوس ايدك ابوس ايدك هتضيع. انت مش عايزة تسجلي هتضيع. انت عايزة يدق على وشك مسجلة. تضحك عليا قلت لي كنت في الشغل قدام يا بت. اسمعني بس. اسمعك ايه؟ اسمعني بس. انت ضيعت. غصب عني والله العظيم غصب عني. ده انت ضيعت فرصة عمرك. بتسمعي يا بت؟ انا كنت عاملك بني ادمة. بتضحك عليا انا؟ بتبيع مخدرات؟ ده انا بديكي فلوس من جيبي. والله العظيم ما كنت بايعها. دي شوية شغل فاتهم يا ابويا. قلت اخلص منهم والله العظيم ما بتاجر فيهم. والله العظيم ما بتاجر فيهم. بتجيب المسكنة دي منين يا بت؟ بتجيبها منين؟ جالي الكلب عمره ما يتعدل. صحيح الوسخ وسخ. عملت كده ليه؟ عملت كده في ايه؟ انت فاكرني يعني هصدق ان واحدة زيي تحب واحد زيك؟ ده انا ورايكم عيال. ولا تكونش فاكر ان الخاتم ابو 500 جنيه هو اللي هيخليني افكر فيك واسمع اغاني حب. اصحى يا باشا اصحى. انا بفكر في اخواتي هياكلوا بكره ايه. خد الخاتم بتاعك خده واديني على الاسم. بس يا بت الخاتم ده احسن من عيني. بوريني بقى شوف امك واخواتك ازاي. قدامي على الاسم. قدامي يا رحم. يوسف عصام بيه موجود؟ طلع مع مراية. خد البت ترميها في الحجز. هتشقطوني لبعض ده تعمل مخدر ونخرب. كلبشها ورميها في الحجز. يلا يا بت يلا. ازيك يا كريم؟ اهلا. ازيك يا ابو صباح؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. ها كويسة دلوقتي؟ نبي تعبانة ابو كريم تعبانة قوي. طب تعالي تعالي اقعد ارتاح. لا لا مش عايزة كرسي. طيب تعالي. عنك شد حيلك امال. الامر لله من قبل من بعد اخويا. كده تعباني سايباني في حالي. هي سايبه مين يعني؟ الناس كلها تعبانه. الميه الميه ام صباح هي سبب البلاوي اللي احنا فيها دي كلها. اعمل لك شاي؟ لا لا ما هو ميه برضو. بس على الاقل ميه مغليه. بقول لك ايه؟ نعم. هو في موضوع كده كل ما ادى اكلمك فيه يطلع لي ميت عفريت يسهى عليا. تحت امرك يا اختي قول. انت دريت طبعا بالجمعيه اللي كنت عاملاها مع منصور ابو سعيد. الله يرحمه. دريت بس اجيب لك من الاخر. سعيد مش هيدفع. ولا على سعيد فعني ايه ده؟ الدين على ابوه لازم يدفع. ده الراجل يتقلف في النار. حرام عليه كده. اعوذ بالله. بينام ازاي ده؟ بينام وبيرتاح. استغفر الله العظيم. طب برضه النبي النبي كلمه ابو كريم
ما انت عارفه انا بجهز البيت وحياه النعمه، وحياه النعمه دي على عيني يا رب. والله العظيم ما عارفه اجهزها ازاي بعد الجمعيه ما راح. والله العظيم ولك صاحبك على عيبه، وانا عارف عيبه، بيموت في القرش ومستعد يعمل اي حاجه عشان القرش. اي حاجه انا اقول للحوايا من وراك يا اخويا. الناس ما بقتش تخاف ربنا. ده يا اخويا ده هات ايدك. يا الله تعمل اي حاجه ايه؟ اي حاجه انا هتغضب ربنا والسلام. معلش انا هكلمه، بس انا عارف ان انا بنفخ في قربه مقطوعه. معلش عندك حق، بس اكلمه برضه. امري الى الله، امري الى الله يا اخويا. ما تقلقيش يا ام صبا، هكلمه. انا بيب. وبعدين مفيش ولا واحد اشترى انبوبه، مع ان انابيب الحاره كلها خلصانه. طب ما نبيع ب 10 جنيه. انت عبيط يالا، هدي لك في وشك اخنفك. يعني ايه هذا الشمدول انت؟ هو مصلحه يابا في السريع، بنبيع انابيب. والله فكرتني، الانبوبه خلصانه بقى لها اسبوع في البيت، يبقى قدامنا واحده. حاضر يابا، هودي لك واحده البيت. ولا اقول لك ودي كمان واحده عشان الستيب دي كمان فاضيه. كفايه واحده يابا، دي ب 20 جنيه. مستخسر في ابوك يا ابن الكلب. 20 جنيه يا ابن الكلب، انت لعبت يلمنا ونسوان تبوك يا ابن الكلب. حاضر يابا، هودي لك اثنين. الله، انا بقول لك ايه تاو، اصل احنا ما بعناش ولا انبوبه لحد دلوقتي، الدنيا واقفه عشان بهايم. في حد يبيع سوق سودا في عاره سودا، الناس مش لاقيه تاكل، هتاخد الانبوبه ب 20 جنيه؟ ما يولعوا بابور الجاز احسن، ولا انتوا ما تعرفوش بابور الجاز يا اخويا انت؟ وهو اللي عايز يبيع حاجه زي دي يروح منطقه راقيه يا بيبي انت وهو. انبوبتين دولت عندك يا يلا يا ابن هتبيعهم على طول. اوعى يا قلب ما توديش الانبوبتين البيت. اوديهم يا اوعى تنسى الانبوبتين. مش هنسى خلاص بقى يا يابا. يا بابا السلام عليكم. يا الله يخليك. يو مالك يا فتحي؟ مليش. امال بتشرب سجاير ليه كده وانت ما غيرتش ريق؟ عمي ما تغير. طب قوم يا اخويا قوم، انا جايبه عيش من الفرن وفول سخن، هدخل اعمله لك، بس انت انده العيال. يلا بقى وانده العيال. يلا 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 منك، روح خش جوه. سعيد النهارده يا فتحي؟ شوف عشان كده قال لك حاجه. يلا بقى خلص الاكل، تعالى كده يا ابني اقعد اقعد. جالك هنا ولا قابلته بره؟ تبشري سجاير مع عند ثابت، لقيته في وشي زي عزرائيل. قال لك حاجه؟ هيقول ايه؟ هو ده بيجي من وراه خير؟ طب امال مالك شايل التين فوق دماغك ليه؟ ما نستنى نشوف اخرتها ايه معاه، مش يمكن ربنا يحنن قلبه علينا. يحنن قلبه علينا؟ هو ليه قلب عشان ربنا يحننه؟ طب بس بس يا فتح، العيال دي لسانها طويل. بقول لك انت وهو اشوفكم بتلعبوا قدام ورش الخالكو سعيد، هقطع رجليكم انتوا الاثنين. ما بروحش لك يا خلاص بقى يا فتح، كل يا ضنايا كل. تعالى يا احمد اما اكلك، تعالى جنبي. تفتكر طلعتنا في ايه؟ طمني، ده ما يديش من وراه خير ابدا. الله يرحمك يابا، كان ضحك عليها قبل ما يموت ومفهمه انه واخدنا تحت جناحه. انت اللي غلطانه، كل ما يسالك اخوك سعيد عامل ايه معاكو زي الفل يابا. الله يا فتحي، كنت عايزني اقول للراجل ايه؟ الراجل راقد في فرشته وبيلقف النفس بالعافي، اموته بحسرته بقى واعيش بذنبه طول العمر. اهو كدبت بقى وخلاص. خلاص كل يا مر انت وعيالك. خلاص بقى يا اخويا ما تقطمنيش والنبي. وبعدين مهما نحاول يضحك علينا، احنا برضو عندنا الورشه والبيت، هيطلع علينا منهم قرشين حلوين نعمل بيهم مصلحه. كل كل يا فتحي. قرشين حلوين؟ هي لحدها بتحدف كتاكيت. ده اشاره. ايه الاخبار عندك يا ريس؟ صباح الخير يا باشا. وانا يا يسر. عاوزين نودي الاكل ده لمنى عباس، هي محجوزه هنا، ما بعتهولها ولا
امشي منين؟ ليه يا باشا؟ وانا اجيب لها ايه؟ ما اجيب لها اكل. انت هتطول لسانك؟ خد فتش الاكل ده. اتكل على الله. ولا؟ يا باشا. تتعرفها منين؟ من حارتها يا باشا. حضرتك شفتني قبل كده. اتكل على الله. حاضر. هو انت مش دخلت لها الاكل اللي انا جبت لها الصبح؟ لما عرفت ان انت اللي بعت ما رضيتش تاكل. طب دخل لها الاكل وما بعتها. اه منى عباس. ايوه. امك بعتها لك الاكل ده؟ تعالي يا بنت انتي وهي، ده اكل بيت. جمك طلعت مره قوله قوي يا بنت في الطبيخ. بتمر مره يشطح بوزك. ايه مره دي؟ لما امي انا تبقى مره، امال امك انتي تبقى ايه؟ امال اختي هي مش مره ولا ايه؟ اما انتي يا ليلة الادب، هو لازم تبقى في السجن؟ لا يا حبيبتي، انا قلت الادب جوه السجن وبراه يعني. انا قلت الادب على روحي. ما تشطفها امي. انت يا بنت بنتي اللي مني يا بنت. ما تشطفها. يا نهار كسكت. ما تشطفها يا وهي. يا ابويا انت دوري نفسك يا بنت. قولي لي ما تشطفش. هوريك. لا يا بنت وهي. في حاجة احنا ولا فاهم. وحياة امي لو وريك. ما تحترم نفسك. توري مين يا مرة؟ بس يا مرة. حاضر يا بيه. من مطر انت هترحل على النبا والنبا على السجن. احسن ما اشوفش الاشكال الواسخه دي. احنا برضه اشكال واسخه. مش معنى اسكت يا مره ولا امسح بكرامتك الارض. تحت امرك يا بيه. حاضر حاضر يا بيه. يوسف كلبش البنت دي ورميها في الطرق. يلا فهم. ما تقعد وسط جاله يا مره. كل واحد تقعد مكانك. اسمع صوتي الحبس. اقفل يا ايه؟ ركبت كام؟ 80. بص هتاخد الكرتونه دي كم مره لحد ما نبيع؟ ها الواد عادل هيفتح محل موبايلات. ها الواد اللي في اخر الحاره ده ويعمل شويه مزيكا على دي جي وواقف على تصريح. قلت له كام؟ قلت له 200. ماشي التصريح يكون عندك بكره اول ما تقفش تتحاسب. ماشي يلا يا ابني بطل لكاعه. انا يا باشا الدوايه بس بايظه. الدوايه بايظه؟ هاتها هاتها تتحط جنب اخواتها. كل على الله. اوبا علاوته. ايه يا بنت تاني ليه معورك كده يا بنت؟ ها انت ايه ما بتريحيش؟ اخلع من نفوخي يا عبد الله انا مش ناقصاه. طب اقول لك ايه، مفيش حاجه لينا كده. حاجه زي ايه يا اخوي؟ يعني حاجه ملوثه تعمل خيال في الدماغ. قوي قوي في دم في ايدي تاخد. لا وعلى ايه؟ قولي يا بنت مين عمل فيك كده وانا اكسره لك. لا شقي وتعملها. امال ليه ما اخدش منك غير حوارات؟ ما فيهاش غير حوارات. هنعمل ايه؟ ايه الحوارات؟ ايه يا عم الشقي؟ مين دي؟ دي الدفشه؟ دفشه مين يا عم؟ ده بنت بايعه نفسها. سيبك منها خلينا في شغلنا. هات الكرتونه. يا ست ام منى. ست ام منى. يا ام منى. ايوه يا استاذ تمام. اتفضل اخوي. يزيد فضلك يا ست، بس لو تقدري تنزلي انت يبقى كتر الف خيرك. اتفضل يا استاذ، احنا مش قد المقام ولا ايه؟ لا يا ستي قد المقام ونص. حاضر طالب. اتفضل. اهلا وسهلا يا استاذ تمام. اتفضل. يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بيت بيتك يا استاذ. اهلا وسهلا. تسلم يا كل راضي. ما شاء الله. عيش ربنا يبارك لك. ربنا يكرمكم ويزيدكم. يا رب يبارك لك يا رب يديك الصحه. الله يخليك يا ست. هعمل لك كوبايه شاي على الماشي. لا 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 شيء. انا لسه شارب الشاي في البيت. طمنيني الاول. منى بنتك عامله ايه؟ كانت النهارده في النيابه. ما انا عرفت من الواد بلال. وايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله. خدت 5 استمرار. ربنا يستر يا استاذ تمام. لا حول ولا قوه الا بالله.
ربنا فك ديتها وديت الناس كلهم. امسكها يا مولا. ايوه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. دول اللي خرجوا من ولاد الحلال الجمعه اللي فاتت، هي حاجه بسيطه بس اهو نوايا تسند الزير. كتر الف خيرك. انا مش عارفه من غيرك كنا عملنا ايه. انا ما عملتش حاجه يا ست، ده ربنا سبحانه وتعالى واولاد الحلال هم اللي بيعملوا. انا بوصل الامانه وبس وربنا يتقبل. يلا ربنا يتقبل. السلام عليكم يا اولاد، اشوفكم خير. ما يصحش لازم تشرب حاجه يا ست. هو انا غريب؟ المهم تبلغي سلامنا لبنتنا منى. يوصل يا اخويا. خليها تشد حيلها كده. قول لها عمك تمام بيقول لك لو مظلومه ربنا هيفكها ان شاء الله. والله مظلومه يا مين بالله مظلومه يا استاذ تمام. ربنا كبير هو اللي بينصف المظلومين. ربنا يديك الصحه يا رب. تسلم خطويك، تسلم خطويك يا اخويا. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا اخويا. والنبي ما انا عارفه انا هصلي في الحرم ازاي وانت كل يوم داخل لي وش الصبح من بره، ولا على بالك يا واد اللي انا فيه. اعمل ايه ياما؟ المصورات اللي قلته لك هنا والصور طلعت حلوه الحمد لله. الصور طلعت حلوه كسبت صلاه النبي. يعني يا اخويا لو كانت الصور طلعت وحشه مش هحج؟ ايه دي ياما لما تشوف هنعمل ايه؟ العمايل معروفه يا عين امك، زي ما جبت لي المصورات الاوضه صورني هتجيب لي بتوع الجوازات هنا هو يدوني الجواز وبتوع البطاقه يدوني البطاقه. جوازات ايه؟ انا ما اعرفش بتوع الجوازات دول بيجوا البيوت ولا ما بيجوش. يا حبيبي ما دام بتدفع هيجوا. ايام ابوك الله يرحمه ما جبت لي هنا هو بتوع الشهر العقاري عشان نعمل اعلان الوراثه. حاضر ياما هسال واشوف. يا واد انت بتتعصب عليا ليه كده؟ بتتغير كده ليه كل ما اجيب لك سيره الحج؟ خد بالك اوعى اغضب عليك. انا بقول لك اهو مش هسامح لا دنيا ولا اخره. حاضر ياما حاضر حاضر. ايوه اتعصب يا اخويا وزعق قوي، ارفع لي الضغط اكتر ما هو مرفوع. لو على ايه؟ تصبح على خير يا امي. ايوه ادفن نفسك يا اخوي، ادفن نفسك في السرير علشان ما تسمعنيش. بصيت حفظ يا ابني انا مسافر مش عايز يا ابني وانا في الغربه ابقى مكروب على امك واخواتك. طمن يابا تروح وترجع بالسلام. السفريه دي جت لي بطلوع الروح وانا عجزت يا ابني، عايز القرشين اللي يطلعوا منها اسطر بيهم اخواتك. طب يابا ما تشوف لي اي شغل هناك، اي مصلحه، اي حاجه بدل ما بيتي هنا البلد متكسره. يا ده انا اتحايلت عليك بدل المره 100 وانت اللي كنت نافر مني، كان زمانك دلوقتي صاحب فرن قد الدنيا. يابا ده انت نفسك كرهت الشغلانه. لا ما كرهتش الشغلانه، انا بس اللي تعبت وصحتي ضعضعت مني. ايديا ما بقتش قادره تشيل العده. والله مالك عليا يمين لولا الشغلانه دي جات لي مشرف عمال والله ما كنت طلعتها. نجيب يا دي الصواني خلصني. شغل عم سيد. يلا ودي على الفرشه لغايه السريح ما يجي. طب اقول لك ايه، ما تخليش الواد ده يتاخر عليا، انا بتخنق من وقفه السوق. يا عم شيل وخلص، انت لسه برضه هتبقى نافر مني. يلا اهو اهو. يلا يا حبيبي يلا، ده انا لسه موصيل. الشاي يا دكتور كده يبقى 9 شاي. حطه عندك وروح انت غرفه ستين خراره.
انت هتعد علينا الطلاق خالص وكمان تسع شاي ده كلام برضو. انا عجزت يا تامر، تعبت وشقيت، وانت عارف ان طلباتكم كتيرة ونهت كمان، يعني مش مخلية مخلصة عليا اول باول، وانا كمان لازم اسد ومش عايز اقصر في حاجة. يا تامر يا حبيبي، ده كل اللي انا باخده بخمسين ملي. بس بتاخد كل يوم يا بابا، وهو ده الخطر. الله جمالك يا تامر، يا اخي ما تروح تشوف شغلك ولا تروح كليتك وتشوف انت عايز ايه؟ انت عايزين مني ايه؟ حاضر. قال لي احنا ما اتجوزناش ليه لغايه دلوقتي؟ احنا رجاله خايبه قوي على فكره، مع ان النفر مننا ممكن يتجوز مرتين وثلاثه. صدقوا ان انا نسيت اتجوز بعد مراتي ما ماتت. انا ما اقدرش اتجوز على مراتي، كدب خيبه، كل يوم جايبه اجلي اول باول. انا سمعت ان هي جامده حبتين. قال يعني انت اللي حامي خلاطك قوي، ما انت متداول في البرشام عشان تسد. يا ريت نافع. ما تجوزتش انت ليه بقى يا سامع؟ ما مراتك ودعت هي كمان. اه والله صحيح، مع ان الواد كريم ما عندوش مال. صحيح يا بركه، انت ما اتجوزتش ليه؟ خايف منها. بتتكلم بجد؟ يا الله، اصلها لو عايشه كانت قتلتني عشان كده، يمكن ده اللي خلاني خايف مش عايز اتجوز دلوقتي. يا عم دول نسوان فار، كل واحده عايزه تتجوز واحد ويبقى بتاعها هي لوحدها. اه المساواه، البت زي الولد. يا عم ما تشرب يا عم وتخلص. احنا هنحكي في المحكي، احنا خلاص بقينا فيستن، ما ينفعش ضعاف لا نفتح بيت تاني ولا تالت. بس انت كفي الاولاني. اتكلم عن نفسك. ماشي. احنا مش ضعاف ولا حاجه، النسوان هي اللي بقت مفتريه. قالوا يقول لك العوانس كتير في البلد. الله، ما هم لازم يبقوا كتير، كل واحدة متجوزة واحد ومحتكراه، مع ان الحكومة منع الاحتكار. انما لو سمحت بقى ان جوزها يتجوز واحدة واثنين وثلاثة مش هيبقى في عوانس في البلد. الله يا فكرة. طب بس ازاي بقى نقدر نقنع الستات انهم يوافقوا على الحكايه دي؟ بالجزمه. بالجزمه عليا اليمين اللي انا متجوز. انا بقول ليه؟ اوعى تخش معايا يا عم. تعالى الباب اهو، الباب اهو. اسمه ايه دلوقتي اللي كان معاه؟ اسعد احمد يا باشا. اسمه ايه؟ اسعد احمد يا باشا. طب ما انت حافظ اهو، ما لبستها بالليل. ازيك يا ابو صلاح؟ ايه يا يوسف؟ ازيك يا عم محبوب؟ قلت فين يا ابني؟ في المحكمة. ايه الأخبار؟ البت منى خدت سنة. سنة؟ حمارة، خدت سنة عشان نص فرش حشيش مقطع. سنة؟ هو ده. خرجتي؟ ده مطعم شكله غالي قوي. بس شيك قوي. واحنا هناكل بشياكته؟ الله، ما تيجي نشوف لنا مطعم تاني يا حبيبتي. عطيه علشان خاطري، المكان ده حلو قوي ومش غالي. يعني ايه بكام يعني تقريبا كده؟ يا هيخش له في 400-500 جنيه بالكتير. ده غير السلطات وغير الحاجات الساقعه. يا حبيبتي تعالي نشوف لنا مطعم تاني. عشان خاطري يا عطيه، انا ليا ذكريات حلوه قوي هنا. ذكريات ايه بس يا حبيبتي اللي اتغرمنا المبلغ ده كله؟ الله، انت بتغير عليا يا عطعطي. طبعا يا حبيبتي بغير عليكي، وانا مستعد كمان اخد لك 50-60 صورة على الباب هنا، هقبل الموبايل بتاعي وتعلقين في اوضتك زي ما انت عايزة. اغصى عليك، اغصى عليك بجد يا عطية. مستخسر فيه انك تعزمني على الغدا في المكان ده؟ لا يا حبيبتي مش مستخسر فيك ولا حاجة. خلاص يا حبيبتي اتفضلي، اتفضلي يا حبيبتي نعيش مع ذكرياتك شوية. هنعمل ايه؟ حبيبي يا عطعطي. صادر ضدك بكافة طرق الطعن المقررة في القانون. الشاي يا حبيبي. مالك يا صلاح؟ في حاجة أمه؟ سرحان في إيه يا حبيبي؟ مش خلاص فوقت وبقيت زي الفل؟ كل ما أقرأ قانون أو مذكرة ضميري بيأنبني، مش عارف أذاكر خالص.
يا حبيبي ما هو ما فيش حد بيفكر زيك كده. يا اما تسيب الشرطه دي بقى. ليه بتقولي كده؟ يا حبيبي الشرطه دي محتاجه ناس قلبها ميت علشان ما يندحكش عليها. مش كل واحد يعيط دمعتين يبقى غلبان وطيب. طب ما احنا بتنزل عسل بس بتقرص. البنت خدت السنه حبس، يعني خربت بيتها، موت ابوها وحبستها وهي في رقبتها كوم لحم. قطيعه يوم ما اشتغلت امين شرطه كان يوم اسود. او في ناس كبار بيشغلوها، بيشغلوا اولاد وبنات، عيال مش فاهمه ولا عارفه حاجه. وبيعرفوا امتى؟ لما يتمسكوا ويتحبسوا، ساعتها ما بيشتغلوهاش تاني. خلاص لو تقدر تساعدها ساعدها، اهي بقالك الثواب. بقول لك ايه؟ قوم ريح نفسك بقى كده من المذاكره ونام لك شويه. معاك حق. انا عايز ارتاح. طب يا حبيبي. تصبح على خير. طب الرز فين؟ هو بيعمل. الهنا والشفا. حطي لي شوربه. حاضر. بعد ما تاكلي يا سناء ليه الملايات بتاعت اوضه النوم واغسليه على طول. حاضر. ما تلغي المشوار دوت عشان انا تعبانه النهارده. خليك انت وانا هروح. اي حد فينا يسافر. والله يبقى احسن برضه لان انا تعبان وعندي صداع ومحتاج انام ساعتين. كنت بقول لك ايه يا ست هاني؟ ده بعد اذنك يعني امشي النهارده بدري واجي لك من صباحيه ربنا الم لك كل اللي انت عايزه تغسليه بدري بدري كده. مش هيقعدوا في ايدك ساعه، اغسليهم وانزلي على طول. حاضر اللي تشوفيه. حبستك وحبستك وحبستك فلوس كتير. انا مش بتاعت الحاجات دي. سعاده البيه، انا عندي عيال. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. مين؟ انا خبطتيني. يما بتعملي ايه تحت السرير؟ بوضب الكركبه دي اللي تحت السرير. كركبه؟ طب نامي يما، الصباح رباح. ما انا هنام. نسيت افوت على خالتك سعديه اديها العلاج حبيبتي يا اختي. لا يما ما تقلقيش، انا فوت على خالتي اديتها البرشامه. بجد جدع بنتي، فيك الخير. اعمل ايه؟ ما هو اتصلت ما بقيتيش مركزه غير في الزباله اللي بتلميها كل يوم من الشوارع. سيري يما، لو انت مفكره ان انا مش اخده البالي ان انت كل يوم بتدوري تلمي لي زباله القطن من الشوارع وتيجي تدفسيها لي هنا تحت السرير. بس ورحمه ابويا يما، ورحمه ابويا، ما انا نايمه على المرات دي لما تتعمل. وطي صوتك. لا يما، ما هو هتكوني مفكره ان انا نايمه على وداني. اعمل ايه؟ اجيب لك منين حق القطن عشان اسطرك والمك؟ ايه المك دي يما؟ الهنا مبعتره؟ مش مبعتره، قاعده تحت الارض. كل يوم والتاني ظبطاكي بتتودودي انت والاسم النبي حارسه. فيها ايه يما؟ مش خطيبي؟ خطيبك وانا موافقة يستحمل مصروفنا. ادي الزبالة اللي بلف بالك. ادي الزبالة. خلاص يما بقى. ادي الزبالة اهي. خلاص يما والنبي. اهي. خلاص يما. طيب وحسك عينك، حسك عينك اشوفك تاني مرة معايا على السلم ولا في الحارة، ورحمة أمي لقطع خبرك انت وهو. يما كل البنات بتجيب قطن نضيف، سمعناش يعني عن حد لم القطن من الشوارع عشان يعمل بيه مرتبة ولا مخدة. أنا عارفة ياما إن ظروفنا وحشة، بس أعمل إيه؟ أنا نفسي ياما أنام على قطن ريحته حلو، مش ريحته قطط ولا كلاب. وبعدين يعني هو أنت فاكرة إن أنا مبسوطة قوي مش احتضنك كل يوم في الشوارع؟
وقعدتك في الارض وانت بتلمين القطن من الزباله. فين يا ام؟ نايمة معايا جوه. ليه يا ابني؟ نايمة ايه؟ ده لسه شايفة بتبص بالشباك. يا ابني يا حبيبي نايمة معايا جوه اهي، تعالى شوف. احنا مش هنخلص من اللي في دماغك ده بقى. مساء الخير يا ام. مساء الخير. بقول لك ايه، في اكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل. لا انا اكلت سندوتشين كبده بره. تصبح على خير. طب يا اخويا ربنا يقويك. شايفه عمايل ابنك؟ انا مش فاهمه بيشك فيا ليه؟ هو انا بعمل ايه اصلا؟ معلش، مين اللي بيشوفه في الشغل؟ استحمليه. استحمله؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه ومع اصحابي، في ايه؟ هو انا عيل عندي 10 سنين؟ يا بنت ده كل يوم والتاني يجي يحكي لي على بلاوي بيشوفها في القسم وكلهم يطلعوا بنات جامعه. ما هو يا واثق فيا يا مش واثق، واذا ما كانش واثق المفروض بقى ما تعلمونيش وقعدوني في البيت. يا بنت اسكتي اسكتي ووطي صوتك شويه. ما هو خوفك ده ياما اللي مودينا في 60 داهيه. انت عايزه ايه؟ عايزاني يعني املك اضربهولك قلمين عشان ترتاحي؟ اتهدي واسكتي بقى. لا اضرب انا قلمين على وشي. تصبحي على خير. دي من اهله. زعلين امكم؟ لا والله. اسال ايه؟ بتقولي جالك يعني؟ اما هو بجح صحيح. لا وايه؟ جايب لي شويه كياس مشيته وهو قفاه يقمر عيش. ما سجنني خلاص، عايز ايه تاني؟ يمكن ضميره قنبني. ضمير ايه يا ابو ضمير؟ هو ده عنده ضمير؟ قولي لي احسن، عملت ايه في الاستئناف؟ ولا حاجه. رحت لصاحبتك مديحه تهربت مني. وخالك ايد ورا وايد قدام. ما هو ياما فاضل 15 يوم، انا خايفه الميعاد يفوتنا. انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ قولي لي اعمله وانا اتصرف. اتصرفي، بيعي اي حاجه في البيت. ما انت عارفه كل حاجه يا منى، هو البيت فيه حاجه تتباع، ما انت راسي على كل حاجه. كلمي الواد بلال. الواد جدع وهيساعدني لو هيقدر. بلال ايه بس؟ هو بلال هيعمل ايه؟ هو لو قدر هيعملها، ما قدرش خلاص ياما هقضيها هنا سنه ونخلص. النبي حرصه، خالك بعت لنا امبارح 50 جنيه. قولي له يتقي الله، بنت اختك في السجن. اقول لمين؟ ده بلال احن منه عليكي. يلا المهم خدي بالك من نفسك. انا جايبه لك حته فرخه كده سخنه وشويه بطاطس بدمعه. اكلت ولا جعانين؟ يلا بسم الله كده. مش هوصيك يا اسري، الموضوع ده ما خرجش بيننا. اهيب، ده انت اول مره توصلني في طلب. طول عمرها اللي بقصدك. اسمها منى عباس احمد، موجوده في سجن القناطر. بكره هرفع الاستئناف، لسه عندنا وقت. انت شايف يعني ان في امل؟ على الله، بس الموضوع صعب. شوف لنا اي مخرج، ده انت ابو الاساتذه. هي فيها مخرج، لو تهمك قوي. ايه هو؟ هو تصايع يشيل القضيه. سهله دي. هات لي انت بس واد يقول انه بيحبها، وان هو اللي اداها الحشيش قبل ما يتقبض عليها، وانت تشهد انك شفته لحظه القبض على منى. طب سيبني لبكره ونرد عليه. وانا مستنيك. تسلم ايدك. معرفش انا بستريح عندكم في البيت ليه. ربنا يريح قلبك يا صلاح باشا. ما بلاش يا باشا دي. مش قلت لك 100 مره. يا ولا يا امي كل ما تشوفك داخل علينا تقوم خالع. بتفهم. بقى منظر. بقول لك ايه؟ اوعى تفتكرني كده ولا كده. كده ولا كده ايه؟ ده انا اكتر حاجه بتعجبني فيك اللي انت بت دوري، ومفيش حد يعرف يهزك.
ما انت مصحصح اهو. بص يا منى، انا عايزك تشوف ليك شغلانه. حاجه كده تاكلك عيش انت وامك واخواتك. نتاجر في البودره. انا بتكلم جد ما بهزرش. منى كمان بهزر. نشوف لك محل في الحاره. محل حلو كده، اه حاجه تتلمي فيه. الدكاكين في الحاره بقت غاليه. بكام يعني؟ 60 50. يا بيت ايجار جديد 10 سنين ولا حاجه، ندفع لنا كام باكو كده. وكل شهر 200 300 جنيه. وما تخافيش، طول ما انا موجود محدش يقدر يخرجك منه ابدا. وده هنبيع فيه ان شاء الله؟ اي حاجه، شرايط، افتحي بوتيك، بيع فيه دباديب، اي حاجه. انا بجد كده مش عارف ابص في عينك. ها؟ ليه؟ جمايل مغرقان. نستاهلي كل خير يا ماما. والله. وانا ان شاء الله خلصت لك موضوع المحل ده في ظرف يومين. طب يلا قوم، انا هشوفك بكره صح؟ طب هعدي عليك. طب قوم يا راجل، عندك شغل. احنا قاعدين شويه. قوم. مع ان والله الواحد ما بيزهق من القعده. يلا. مش عايزه حاجه؟ سلام. الله يسلمك. يلا بقى. تقطرني ولا ايه؟ لا سمح الله يا باشا، وانا اقدر اقطرك، حد برضه يقدر يقطر الحكومه، بس انت بالرجوله كلها تفهم في الاصول ولا مؤاخذه، يعني احنا رجاله زي بعض يعني. ولا ما تخليش اشوفك كتير، هحبسك. خطفتها من على طرف لساني يا باشا، على فكره انا ساكن هنا، ما تقعد تشرب شاي يا باشا. ما تقعد تشرب شاي. هيعجبك، شاي تقيل. مش عيب يا منى، مش عيب يا منى تقعدي انت والجدع ده لوحديكوا، ده حتى اخواتك مش موجودين. ده كلام. يخرب بيتك يا لي، يخرب بيتك، انت بتشك فيا؟ انا ما اقدرش اشك فيك يا منى. طب اقعد بقى، اقعد. مش فاهم بس الناس هتقول ايه لما يلاقوك انت وهو قاعدين لوحدكوا في شقه. ناس مين يا بلال؟ ناس مين؟ الناس دي كانت فين وانا مسجونه ومحدش سال فيا؟ انا عارفه طبعا انك انت راجل وبتخاف عليا، بس ما تنساش انا بنت مين. الله يرحمه. الله يرحمه بقى. وبعدين الجدع غرضه شريف، جايب لي شغلانه نظيفه اكل منها لقمه انا واخواتي، اقول له لا؟ لا اذا كان كده تمام، بس خلي بالك من نفسك يا منى. ما تخافش عليا. هي الوليه مراتك خلفت ولا لسه؟ لسه، ولولا انها بنت حلال كان زماني متجوز عليها. طب ما توديها تكشف. الله يغلبني يا منى، بس ربك بقى لما يجيت استاذن انا، احسن حد يقول ان انا قاعد معاكي لوحدي. لا وانت جذاب. الله يبارك فيك. مبروك يا منى. الله يبارك فيك. اتفضل اقعد، اتفضل. اسلام مبارك. والله عملت الصح يا باشا. الف شكر. خش. شكله مقبل على البيت. اكيد، مش جايب لها محل بحاله. هو اللي شاري المحل ده؟ اقوم وقادره. بعد اذنك. ليه؟ محتاج اقول لك انا مش عايز قلق هنا. وربنا يا باشا ما هيحصل قلق خالص. انا ما كنتش عايز اجي معايا يا باشا. اشربوا الحاجه الساقعه واتكلوا على الله. شربناها. ايه رايك يا عم سعيد؟ حاجه حلوه قوي. اتفضل هنا مع الرجاله اشرب حاجه ساقعه. ماشي. خد ده يا ست الكل. تتجوزيني؟
تتجوزيني؟ ايه؟ عايز اتجوزك. النهارده الثانويه بتاعت ابوك يا منى. عارفه يا ام؟ عارفه. طب يا بنتي نجيب لنا كده دستتين كراسي ونعمل له عزا صغير. ده من يوم ما مات يحب تعيني ما خدناش العزا فيه. ما قلت لك مش هعمل عزا غير لما اعرف مين اللي قتل. يا اختي هو احنا في الصعيد هنا؟ بقول لك ايه بقى، قفلي على الموضوع ده. قفلي. قفلنا. بقول لك ايه، صلاح جالي المحل النهارده ووشه مقلوب. قلت له ايه؟ زي ما قلتي لي، راحت تقعد لها يومين عند خالها. اتجنن. خالها مين؟ ومن امتى طلع لها خال؟ وليه طول النهار قافله الموبايل بتاعها؟ لما فرملي نافوخي. انا عايزاه بقى يتجنن، عايزاه كده يقعد على نار عشان يعرف ان بنات الناس مش لعب. انا نازله افتح المحل يوم. محل ايه؟ افرش شافك هتقولي له ايه؟ عادي يعني، لسه راجعه من عند خالي. فيها حاجه دي؟ يا اختي ده انت بنت محدش يقدرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. جيب بدري يعني يا عبد الله. هروح فين يعني؟ هو السمكري ده ايه؟ مش ناوي يخلص التاكس بقى؟ بقى له يومين رائد عنده. ما يخلص وقت ما يخلص، ايه؟ محتاجة حاجة؟ محتاجة شغل يا عبد الله، هو أنت هتفضل قاعد في البيت كده؟ لا، أنا ما أحبش الراجل اللي يتمنى قاعد في البيت. فيه يا بت؟ أجي بدري مش عاجب، أجي متأخر مش عاجب، فيه إيه؟ هخلص الأكل وأروح عند أمي. يا أمك؟ ساعة ما اتجوزنا وأنت قاعدة عند أمك، تقعدي هناك أكتر ما تقعدي في بيتك. أمي تعبانة يا عبد الله، أمي تعبانة عمرها ما قالت آه. وأنا مش عارف أعمل لها إيه. مالي اكتر من كده؟ انت اداك ليتك. انت بقى الموضوع ده مضايقك في ايه؟ لا مضايقني ولا حاجه. مراتي بتدي امها كليتها وامي بتحوش غلط، الدنيا ملخبطه. ايه امك بتحوش غلط دي يا عبد الله؟ يعني ايه؟ بقول لك يا صباح انا بخرف، سيبيني في حالي، انا مخنوق مخنوق. ايه؟ خلاص الاكل، خلينا نغور من هنا. خلاص يابا ارتحت كده؟ ايوه ارتحت. طالما حمار ما بتفهمش يا واد. انا خدت الاوضه الكبيره علشان احنا ثلاثه، انا ومراتي والواد الصغير. انما انت حيالله، انت ومراتك يا سيدي. اما تبقى تخلف يبقى تعالى خد الاوضه الكبيره. وبعدين ده بيتي انا حر فيه. ايه؟ خلاص يلا الغاو كور. ما تزعلش يا بلال، أنا السبب. لولا إن أنا ما بخلفش ما كانش أكلمك كده. أنا أبويا كرهني في الخلفة من أصل. أنا أخلف عيل وأقعد أزهقه في عيشته ليه؟ وأجيب عيل فين والدنيا كل مدى ما بتضيق علينا؟ الحمد لله على كل حال. يعني مش زعلان يا أخويا؟ يا بت يا بت صلي على النبي. أزعل من إيه؟ ده بكرة هتروق وتحلم، ديتها بس الراجل ينجح في الانتخابات وهتشوف الفلوس بجد يا بنت. بقول لك إيه؟ إيه؟ هو أنا يعني عايز أقول لك حاجة كده، ما تيجي نجرب القطة دي. إشمعنى؟ أبويا خلف فيها، يمكن يحصل لنا نصيب. بعد إذنك يا معلم، ممكن نعلق اليافطة دي. اليافطة دي بتاعت الحاج لطفي اللي مرشح نفسه؟ أيوة يا معلم. علقها يا ابني، ده راجل طيب. بص علقها هنا كده. تشكر يا معلم. خد يا ابني. ايه بسم الله. مش كنا مستنيين صباح؟ لما احنا هنتكفي على وشنا كده يا اختي. بنت دايخه معانا. ده احنا بنتسند على بعض. ونسى الأطفال. هلا يا رب من عندك. ايه ده يما ده؟ اسندي علي. حسبي يما، اسندي علي. اسندي علي يا خالتي. طيب يا اختي. ليه كده يما؟ ما استنيتونيش ليه كده؟ تخرجوا لوحديكوا؟ مش قادرين تمشوا؟ بتيجي يا بت. بسم الله عليك. طب اسندي. لا يزيجي كان جه من الصبح يا صباح. يا ولية. يا ولية بتسمع يا سندك اللي زي الفرقين ده حتى واحنا تعبانين. خدوه لك يا صباح ودخليه. لا لا انا وصلت خلاص. بتاعه
رح يوصلي خالد. ايوة دخلك يام. لا ايوة يا بنت انت عبيتها بنت كل شوي اقول لك عليها بنت. يما انت قادرة تمشي. ساعدها كشطة. حطك بعد. مالك يام. سلام يا كل الناس تشوفنا. عارف اللي احنا فيه ده؟ يا بنت احنا متجوزين. متجوزين اه بس ده بيني وبينك الناس ما تعرفش. ده لو الناس في حته عرفت دول قطعوك. وهون عليك. امال اللي مصبرني؟ انا نفسي كده تتنازل عن سمعتك زي ما انا متنازله عن سمعتي في الحاره. ومالها سمعتك؟ انت سمعتك زي الفل، حد يقدر يتكلم عليك نص كلمه؟ يا اخويا دي الحاره كلها بتتكلم. بتقول ان البت منى بتحب صلاح باشا، بس لك انت رايح جاي مش قاعد هنا فما تسمعش حاجه. انت بتحبيني بجد يا منى؟ طب ما تيجي اوريك الشقه الايجار الجديد انا جايبها لك، شقه على نصيتين زي الفل. يا صلاح لو بتحبني بجد اعمل لي فرح، عرفني باهلك. هو انا يعني مش زي بقيه البنات ما تعملليش فرح؟ ان شاء الله لما علق الدبور. يا اخويا لو انت امين شرطه مستعر مني، امال لما هتعلق الدبورة هتعمل فيا ايه؟ يا بنت خليكي مفتاحة، ساعتها مش هيبقى عليا تحريات من المباحث، محدش يعرف يعمل لي حاجة. صبرني يا رب. مش عارفة ليه مش مصدقاك. بكرة صدقني، تعرف قد ايه بحبك. ده انت تلاقيك مش قايل لأهلك انك انت تعرف بنت اسمها منى، مش متجوزها. هعمل ايه؟ ما هو حظ اسود. على رأي أمي. المنحوس منحوس، حتى لو على راسه فانوس. تعالى شيل معايا. يا بنتي تعالى اوريك الشقه هتعجبك قوي. لما تعرفني على امك واختك صفاء الاول. صفاء؟ مش اعرفك ليه اخت اسمها صفاء؟ قريت اسمها على المحمول. وتفتش في المحمول بتاعي ليه؟ وانت ما كنتش ناوي تعرفني عليهم ولا ايه؟ طب اقفلي على الموضوع ده انا ماشي. طب تعالى شيل معايا. مش عايز يعرفني على اخته. بلاش اتعرف عليها انا وانا صغير. انت بتعيطي ليش؟ حاسه بالذنب. انت مراتي يا صفاء اسونة الاول اسونة. فأنا جواز العرفي ده زي أي جواز رسمي يعني. أمال ليه حاسة إن أنا خايفة؟ ليه حاسة إن أنا بسرق؟ ليه بنتقابل من ورا الناس؟ ليه أمي وأخويا ما يعرفوش؟ ليه يا خالد؟ عشان المجتمع اللي إحنا فيه عايز كده يا صفاء. مجتمع فاشل في إنه يحقق أبسط حقوق. مجتمع حرمنا من كل حاجة، حرمنا نتجوز بحجة الشقة اللي مش موجودة، وحرمنا من الحب عشان خايف علينا نغلط يا صفاء. أنا مش عايزة أسمع أي خطب يا خالد، أنا عايزة أحل المشكلة اللي أنا فيها. نفسي أمي تاخدني في حضنها وتقولي مبروك. نفسي أخويا يعرف. نفسي أخلف يا خالد، مش خايفة إني أخلف. أبوس إيدك شوف لي حل المشكلة. طب اهدي بس يا صفاء، اهدي، أنت مش مظبوطة دلوقتي، اهدي ونتكلم بعدين. لا بعدين ولا قبلين، أنا ماشية. شفت الخيبة اللي أنا فيها؟ اتجوزك وسايبك وماشي. النمرة دي. الو الو، انا اسمي منى، زي ما تقولي كده يعني خطيبة اخوكي.
ايه؟ هو صلاح طبعا هيقول لكم على الموضوع، بس تلاقيه مأجلها شويه لحد ما ياخد الشهاده. انا قلت يعني احنا بنات زي بعض واكيد هنفهم بعض. طبعا اكيد. اخيرا صلاح عرف واحده. بجد انا مش قادره اقول لك انا قد ايه مبسوطه. بس بقول لك ايه، انا لازم اشوفك. لا لا طبعا ما تخافيش، مش ممكن يعرف. بكره لو عايزه. ماشي سلام. طب ولو عرف انك كلمتيها؟ ما يعرف، هو فاكر يعني جوازنا كده هيفضل سكتي؟ يا ضنايا الراجل شريكي ما تضيعهوش من ايديكي. مش هيضيع يا اختي، اطمني اطمني، ده لابدلي. ده انت في حياتك ما عملت الحركات دي مع راجل، مش عاجب المره دي، ايه اللي حصل لك؟ والنبي يا اما سيبيني سيبيني كده العب اللعبه دي على رواق. والنبي يا اخ شوف لي كده صلاح سعيد نجح. ايوه نجح وجاب جيد كمان. متاكد؟ ايوه نجح. رد بقى، ده انا عايزه افرحك. يا اخويا ما ترد. ايوه ايوه، مين يا اللي بتخبط؟ مين؟ صلاح يا ام صلاح. ايه صلاح؟ ايه صلاح، ما انت معاك المفتاح يا معايا المفتاح، بس ماليش مزاج افتح، لازم كل البيت يصحى. انا نجحت يا ام، نجحت يا ام صلاح. نجحت يا اخويا. ألف بركة يا حبيبي، ألف بركة. صلاح بيه يا بنت، يعني تقف انتباه وتديني تحية من النار. تمام يا حضرة الظابط. يا بنت كريم يا رب، الله تصبر خير يا رب. تقدير جيد، مش زي ناس. قصدك إيه يعني؟ كل ده عشان جايبة التقدير الشعبي؟ أنا النهاردة ملك إيديكم، اطلبوا اللي أنتوا عايزينه، أكل، شرب، لبس، مصيف، اطلبوا. إن شاء الله يخليك لينا يا حبيبي. بقول لك إيه؟ عايزك بقى تفكر في الجواز عشان تبقى الفرحة فرحتين. ان شاء الله يا ام، بس انا ما بنقيه، بتعيلي انت. ربنا يخليك ليا يا رب. قولوا لي بقى عايزين ايه قبل ما ارجع في كلامي. انا عايزه 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ماشي، النهارده تكون عندي. وانت يا حبيبي؟ وانا يا حبيبي عايزه اشوفك كده لابس البدله الميري علشان املى عيني منك يا ضناي. ان شاء الله يا ام. الو. ايوه صفاء. ايوه يا منى، ازيك؟ صلاح نجح. عرفنا ان هو نجح، لسه مبلغنا حالا. هو لسه جاي. وبعدين يعني مش هنقضيها تليفونات كده، خلينا نشوف بعض. ايه ده، معقوله النهارده؟ يا اختي مش معقول. ليه؟ مش هبقى مرات اخوكي يعني؟ سلام لحضرة الظابط. مع السلامه، باي باي. صفاء. الله، شكلي حلو في البدله. طبعا زي القمر، احلى ظابط في الدنيا. الله يخليكي. ايه ده، طب هتقلعها ليه؟ ما ينفعش البسها دلوقتي، هلبسها ساعه التخرج. طبعا انا معزومه. اول واحده انت وماما طبعا. انت مش هتعزم حد تاني؟ طبعا هعزم كل اصحابي في الاسم، كلهم جايين. لا انا مش قصدي اصحابك في الاسم. خد على ايدي جوه. حاضر. انا مش قصدي اصحابك في الاسم. امال مين؟ يعني حد يهمك. زي مين يعني؟ قولي لي اكون ناسي حد. هي واحده. واحده؟ خالتي هدى؟ هعزمها طبعا. لا خالتك هدى ايه؟ انا بتكلم عن منى. منى مين؟ منى خطيبتك يا صلاح اللي انت مخبي علينا. ايه صلاح، مالك في ايه؟ انا كنت فاكراك هتفرح. انت تعرفيها منين وقابلتها فين؟ ولا حاجه، هي كلمتني في التليفون وانا نزلت قابلتها. وانا طردور في البيت؟ تخرجي من غير اذني؟ تروحي تقابلي واحده ثوابي من غير ما تقولي لي؟ ثوابي دي بتقول انها خطيبتك. كدابه، دي بنت ربط. انا كنت تصعب عليا يعني بعطف عليها؟ دي بنت تاجر المخدرات اللي انا موتته. يا نهار اسود، طب انا اعرف منين؟ عشان حماره وغبيه، عشان لما واحده تكلمك المفروض تيجي تتصل بيا وتقولي لي ايه اللي حصل. انا اخطب واحده زي دي؟ ما شفتيش منظرها؟ لبسها؟ أنا شايفاها كويسة أوي. وأنا بقى هوريها، وهوريك أنت كمان، ولما تيجي أمك عايزة أعرف إزاي أنت خرجت من غير إذن. إيه يا منى؟ أنت نسيتي نفسك يا بت؟ عايزاني أرجعك السجن تاني؟ في إيه يا صلاح؟ مالك؟ مش بقولك نسيتي نفسك، اسم صلاح باشا. مالك ومال اختي؟ بتلف عليها ليه؟ انت فاكره لما تعملي كده هعرفك على امي واختي؟ ولا هدخلك بيتنا؟ دي يبقى بتحلمي لما تشوفي حلمت ودني. ولا تكوني فاكره لما بطلع اقعد معاك شويه في البيت؟ بتطلع عندي تقعد في البيت والورق اللي بيننا. الورقه دي بقى تبليها وتشربي ميتها. ايه اللي امي واختي يا منى؟ ابعدي عن طريقهم،
هفعصك يا منى زي الصرصار تحت جزمتي. مش كفايه ان انا فاتح لك محل ولميتك من الشارع؟ بتصرفي انت وامك واخواتك منه، ما تحمدي ربنا بقى. لا يا اخويا ما تزعلش نفسك، المحل بتاعك اهو والبضاعه بلحها. صاحب المحل اظن عارف مكانه فين، ابقى اطلع له وقطع العقد، اصله بيخاف منك يا حضره الضابط. شغل الرجل ده ما يتعملش معانا يا بنت. لمسح بكرامتك الحاره، انت والمحل وصاحب المحل تولعوا بجاز وسخ. اللخت يا منى. الو مين؟ ايوه يا باشا بتاع الحكومه، روح شارع العرايس نمره 40 شقه 5 وشوف الانسه اختك بتعمل ايه. انت مين يا بنت؟ الو اما يا اخويا في ايه؟ مالك؟ صفاء فين؟ ايه صفاء بقت عند خالتها؟ مش هناك، البنت مش هناك وتليفونها مقفول. صفاء فين؟ انا عارفه بقى، حين بقى المكان زمانها جاي. فضلت تدلع عليها لغايه ما طلعتيها. يا بنتي ايه ده، انت مستني حد؟ لا خالص، انا اروح اشوفني. انت صفاء فين؟ تشمتي تقتلي القتيل وتمشي في جنازته؟ ما انت تلت ابويا ومشيت في جنازته، هي اختك احسن من ابويا. انت تعملي فيا انا كده؟ اشرب يا صلاح وبكيف. ابوك كان عايز يقتلني، ضرب عليا نار. المسدس كان صوت. وانا ايش عرفني؟ انا قتلته وهو بيصلي؟ ابوك كان تاجر مخدرات وانت اكتر واحد عارف. انا كنت بقضي واجبي. وانا كمان كنت بقضي واجبي. اختك فرع مايل في عيلتكم، ما اقولكش اسيبك مغفل. انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟ ايه دي بقى الحاجه الوحيده اللي عمري ما ضحكت عليك فيها. كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك. انت ضيعتيني. انت اللي ضيعتني. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ جاي اتفرج عليا وحبل المشنقه حول رقبتي؟ عايزه مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي وحرمني من احلى حاجه في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفه انا نفسي فيها يا منى؟ اشرب من دمك. بالحق يا صلاح، البدله لايقه عليك. هي صح من غير دبوره بس حلوه. مبروك. سلام. قول يا معلم، نص ال 50 جنيه دلوقتي، والنص ده لما تيجي تنتخب بكره، بس هتنتخب لطف، فضك من حمزه ده خالص. وانت شرف، خد يا سيدي. امسك. اديله. اي خدمه. ماشي. تمام؟ بكره تيجي تاخد النص الثاني على طول. ماشي. ايه ده؟ خلاص خلاص. ايه ده؟ اسمع انت، هو اسمع يلا، مش الرئيس تيجي بكره طبعا اخرته وحش ولا تقدر بلعك قلبك. حاضر يا باشا. يلا رجاله يلا.